السلام عليكم. زار الوزير الأول في بحر الأسبوع الماضي، إذا زار مركب الحجار اللي إنتاج الحديد والصلب، واللي يعرف هذه يعني الآونة الأخيرة مرحلة تاع التغيير والتحويل وتحديث يعني الوسائل الإنتاجية اللي يعني تماشي مع المتطلبات تاع التكنولوجيا تاع يعني une valorisation وكاين modernisation تاع لوتي دو برودكسيون. اذا في هذا الاطار زار الوزير الاول المصنع وحث العمال على بذل المزيد من الجهود، لانه فيه منافسه قويه جدا مع المركبات اللي عندنا الان. عندنا مركب في بلاره في ولايه جيجل، وكذلك مركب في وهران توصيالي بشركة تركية، والمركب تاع جيجل بشركة إماراتية. الأول ينتج حوالي تقريبا يعني 3 إلى 4 مليون طن سنويا، وكذلك مركب توصيالي بوهران ينتج ما لا يقل عن تقريبا يعني 6 مليون طن سنويا. كان فيها 4 ثم كانت في عملية تاع توسيعة. إذن مع هذه المنافسة لابد على يعني المركب تاع الحجار اللي يعني الانتاج تاعو لا يفوق المليون طن واحد اذا سنويا، لابد عليه تكون فيه روميز ا نيفو نتاع لوتي دو برودكسيون، و فيه لازم تكون فيه عمليه تجنيد، وخاصه في حاجه الكوتي ماناجمنت. اذا لازم يكون فيه مجهود مطلوب للتماشي مع المتطلبات. أترككم تتابعون هذا الفيديو في الموضوع ليعطينا أكثر معطيات فيما يخص مركب الحجار بعنابة، والسلام عليكم. مركب سيدار الحجار للحديد والصلب مفخرة الصناعة التحويلية الجزائرية، يمتد على مساحة تقارب 760 هكتارا، متصل بسكة حديد للنقل انطلاقا من مناجم الحديد الخام بالغنزة وبخضرة من ولاية تبسة، مع ربط بميناء عنابة. ورغم هذه المؤهلات، طالما عرف المركب مشاكل في الإنتاج والتسيير، ونظرا للأهمية الاستراتيجية للمركب، يحظى بالمرافقة والدعم من قبل السلطات العمومية، سواء بالدعم المادي أو الحوار مع الشريك الاجتماعي والنقابة العمالية. وفي ظل دعم الدولة وقانون جديد للاستثمار ومساعي رفع الصادرات خارج المحروقات، سيدار الحجار مطالب بالانخراط في هذه الديناميكية وتنويع منتجاته من الحديد المصنع ونصف المصنع واللفائف وحديد السكك الحديدية. سيدار الحجار هي طرف من هذه الاستراتيجية. سيدار الحجار هذه لافوكاسيون تاعو الحديد والصلب. سيدار الحجار راهو ساجي يعني مستعد، تم الاستعداد يعني باش يكون يعني يساتيسفي الشيء اللي تطلبه منه الدوله. مركب ينتج توسكي مسطحات ولفائف، دونك سي دي بوبين ولي طول اون اسي، ينتج لو رون ابيتون اللي نستعملوه في البناء، وينتج لي تيوب سون سودير هذوك اللي يديروا الترونسبور تاع الهيدروكربور تاع الغاز والبترول. الوزير الاول وخلال زيارته لمركب الحجار جدد التاكيد بان الدوله ترافق المركب، ودعا العمال والاداره الى التحلي بالاراده لاعاده البريق للمركب. الان نتمنى ان شاء الله ان هذا المركب يعني ياخذ العمال تاعه بزمام الامور، والدوله ان شاء الله سوف ترافقه ب الإمكانيات المتاحة، لأنه لو نذكر يعني بالمجهودات التي قامت بها الدولة من أجل مرافقة هذا المركب، فهي مجهودات يعني لن تقدمها دولة أخرى، ولكن بما يمثله هذا المركب من يعني من وزن عاطفي بالنسبة للجزائريين، فهو يعني كان أول مركب مهيكل في 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 الوطن، وأول مركب في وقته في إفريقيا. يعني ارتأت الدولة في عديد من المرات مرافقته، وتم يعني العمل على عدم تحطيم هذه الأداة الإنتاجية. الوزير الأول أكد أيضا أن الفارق يصنعه العمال برفعهم للتحديات. أكرر الفارق تصنعه الحوكمة، الفارق تصنعه التسيير، الفارق يصنعه العمال بمجهوداتهم وبإخلاصهم.